نادي صفاقسي 0-0 في الشوط الاول. ربع ساعه لعب ضاعت، لكن مازال برشا لعب مع فريق انغولي لواندا انتر كلوب الجروبو ديبورتيفو. كره وفرصه خطيره وضربه جزاء. زفر يا حكم، بالفعل ضربه جزاء لنادي صفاقسي. الحمد لله، نبداو بالخير. بينالتي في دقيقه 16، اعطيه صفرة يا صاحب الزي الاصفر. ضربه جزاء لنادي صفاقسي، محلاها مثل هذه الدخلات. دخلت جماهير المهيري، ودخلت جماهير سوسة غدا، ودخلت الافارقة في قلب الاسكندرية. وهنا دخول السي اس اس حامل اللقب القوي، اللاعب سوما نبي يتحصل على ركلة جزاء لفائدة ممثل الكرة العربية والتونسية النادي الرياضي صفاقسي. 17 دقيقة لعب في الشوط الاول، 0-0، وان شاء الله الهدف الاول. فرصة لفريق النادي صفاقسي من ركلة جزاء إذن لفتح باب التسجيل. الإمكانية والتقدم والهدف الأول. النفطي يا معلم، خليها تتكلم بالقوة، تتكلم بالمهارة، تتكلم. 1-0 عبد الكريم النفطي بعد القوس السعودي الخليجي في نادي النصر، يرجع ويؤمن البدايات للسي اس اس. أيمن بن عمر، أين الثاني؟ لابد ان نسجل الثاني، نرتاح. سدد، خلي يضرب، اضرب والثاني رايع. هدف ثاني جميل، خليه يضرب. سومانابي يؤمن السكور. ستنتهي كارتون هذه المباراة، سكور عريض للسي اس اس ان شاء الله. 2-0 من سومانابي، 1-0 من نفطي. على فكرة بنادي النفطي تحمل الهدف رقم 70 لصفاقس في الكؤوس الافريقية في استاد المهيري. رائع جدا يا نبي، رائع يا السومة. شوف الهدف الثاني، بعد ابتعد يا شادي لشتوي الالحان، ليجدوا السي اس اس بأعظم الانغام. 2-0 من سوما نبي. بالكورة من الشبكة فقط، ما كانش هذا السيناريو. انتر كلوب يخسر كرة في الهجوم، السي اس اس يرجع للهجوم من اجل الثالث. الرابعة مساء، النادي الافريقي حارس الحدود. ان شاء الله نكون معاكم، وبعدها مع نجم الساحلي من سوسة. الليلة سي اس اس، الليلة الثالث. اوبوكو، اعطيني نومروك، اعطيني رقمك، رقم 7 اوبوكو في المرمى. 3-0، 4-0 مينيموم، بالاقل من 4 لن نرضى هذا المساء. المستويات متفاوتة، الفوارق موجودة، والخوارق الليلة يصنعها صفاقسي. بالجول الأول النفطي، بالثاني من سومانابي، والثالث كورة هرب فيها بليز. شادي الهمامي، بليز كواسي. بقية الحكاية جول، بقية الرواية إبداع، بقية الإبداع إقناع، بقية الإقناع مؤانسة، وفي المؤانسة إمتاع. 3-0 للنادي الرياضي صفاقسي. أيضا اللاعب عمرو الدالي، لاعب خبرة، وخاصة اسلام الشاطر اللي جاء من النادي الاهلي لفريق حرس الحدود. غدوة ممكن تشوفوه. حمزة يونس ممتاز، سدد، سجل، سدد الرابع. هدف عالمي من حمزة يونس، هدف رائع مونديالي من حمزة يونس، هدف ملعوب. برافو يا حمزة، برافو يا يونس، اسعدت اولاد تونس. 4-0 للسي اس اس. هذه الرباعية اللي طلبتها، هذه الرباعية اللي حكيت عليها. اللي جي بعد الرابع مبروك. 4-0 لبطل وممثل تونس النادي الصفاقسي.